كيف الجلوس في التسليم في الصلاة؟ كيف الجلوس في التسليم؟ هذه الحركة التي عملها إخوان، هذه الحركة هذا عبث، ليست سنة المسلمين. واحد يعمل هكذا يعني ويحرك أصبعه، أعرف أنك تعني أن هذا جيد، لكن كل هذا ليس سنة الرسول أبدا. يعمل أصبعه كده حركات من نوع طلعة جديدة. كيف يا عبد الرحمن؟ لماذا؟ كده أقول لك مية مية شغل. يعني إذا كان على عهد الرسول هذه، انتقي أشياء من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.